الاهلي اتغلب وخرج من البطوله الافريقيه بس خلاص. تكتشف ان اغلب المواقع والصحف والبرامج الرياضيه خدت من الحدث وصنعت خيال تاني، حدث تاني، حاجه مش موجوده في الواقع. خدت قرارات لمجلس اداره، عينت مدربين وشالت مدربين، اخبار قد كده منها صحيح وقد كده منها غلط. الخلاصه زي ما انا فهمتها ان الموضوع مش ان الاهلي خسر ماتش او خسر بطوله او ان مارتينيو كان حلو او وحش. الموضوع مش ناس خايفه على مصلحه النادي الاهلي، الموضوع ناس بتكره محمود طاهر، الموضوع محمود طاهر لازم يمشي. هي دي الخلاصه اللي انا فهمتها. انتوا فهمتوا حاجه تانيه؟